نيجي نتكلم فيما يتعلق بحزب الوفد وفيما يتعلق بالاحزاب السياسيه وفيما يتعلق ب من وجهه نظري، على فكره انا بتكلم من وجهه نظري الشخصيه كنائب في ائتلاف دعم مصر. يعني احنا كنا فعلا الحقيقه قبل خوض الانتخابات البرلمانيه، وانا كنت بتحدث مع استاذ طارق قبل ما ندخل على الهواء عن ان الراي العام في الشارع واللي انا كنت بستشفه من خلال كل جولاتي في دايرتي وخارج دايرتي كمان، ان كل الناس بتقول لك ما فيش احزاب. هي فين الاحزاب دي؟ المواطن المصري مش حاسس بوجود الحزب في الشارع. فين الانشطه السياسيه او الثقافيه؟ فين الانشطه الاجتماعيه اللي بتقوم بها الاحزاب؟ فين الدور اللي منوط بيه ان المفروض الاحزاب تقوم بيه في دوائرها في مستوى مصر كلها؟ لابد ان يكون لها دور مجتمعي ودور ثقافي ودور سياسي ودور اقتصادي. الناس مش حاسه بوجود الاحزاب في الشارع خالص. دي نقطه مهمه. انا مع التعدديه، وانا ضد، على فكره انا ضد كل الافكار اللي بتتحدث عن ان لا ده المفروض ال100 حزب دول يتلموا في 3-4 احزاب. انا ارى ان مثل هذا الامر لو حدث، وهو عمره ما يحدث دي من في تصوري، مش هيكون ايجابي بالنسبه للحياه السياسيه في مصر. التعدديه كويسه. اسرائيل اللي احنا اللي هم بيدعوا او بيقول على نفسهم ان هم من اعتى الدول في الديمقراطيه، ما عندهم ما يقرب من حاجه و90 حزب، مفيش مشكله خالص. بس احزاب فاعله، يعني احنا مش هنتكلم عن اسرائيل، نتكلم عن احنا بنقول بصفه عامه. بصفه عامه يعني اما نيجي نبص احزاب فاعله، هل الاحزاب في مصر فاعله؟ 104 حزب اعتقد. هم 104 حزب. 104 حزب. 104. هل كلهم حق؟ لا، ما الحقيقه احنا بنتكلم اهو. يعني انا حضرتك نائب، هل تعرف ال100 حزب دول؟ لا طبعا أسميهم. انا ما اعرفش غير 5-6 اللي هم فما بالك برجل الشارع. برجل الشارع. ولكن ده مش عيب، يعني ما فيش مشكله. الراي في الاخر للمواطن، والحزب يعني يبقوا 100 حزب، يبقوا 90، يبقوا 5، ما فيش مانع ان يبقى فيه 5-6 احزاب اقوياء يقودوا الحياه السياسيه. ما عندناش مانع على الاطلاق. ولو ان انا ارى، ويمكن اعتقد يعني من وضع الدستور كان له برضه نفس الرؤيه دي، وضع كلمه ائتلافات جوه الدستور والسماح بوجود ائتلافات جوه الدستور، وانا لا ادافع عشان انا جوه ائتلاف دعم مصر، اعتقد ان الحياه السياسيه مش في مصر بس ولكن على المستوى الدولي رايحه للائتلافات اكتر منها لاحزاب كبيرة.